لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان الهدف الرئيسي منه هو التدبر علشان نقدر ناخد منه الأحكام الشرعية والعبرة والحب والرغبة في الله والرهبة منه سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والآيات اللي بتشجعنا وبتلفت انتباهنا لتدبر القرآن كتير، ومنهم سؤال في آيتين مختلفتين. الأولى في سورة محمد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتانية في سورة النساء لما قال تعالى، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن للأسف مع الوقت بدأت تتحول وجهة المسلمين من تدبر القرآن لمجرد القراءة بس مش أكتر، بل إن كتير كمان ما بقاش بيقرأ القرآن. فالنهاردة أنا جاي أقول لك تعالى نمسح التراب من على مصحفك وأقول لك على كم خطوة كده تساعدك في تدبر القرآن. اهلا بيكم في برنامج السيستم، ودي حلقات خاصه بشهر رمضان المبارك. انا احمد حسنين، وقبل ما نبدا يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفولو على الانستجرام. يلا بينا نبدا الحلقه. مسألة انك تقرأ القرآن بصورة متأنية كده وبراحتك مش بسرعة كأن في حد بيجري وراك، ده هيخلي عندك فرصة كبيرة انك تقدر تتدبر الآيات وتفهمها وتدي للآية فرصة انها تأثر فيك وفي أفعالك وأخلاقك وقلبك. ده غير ان القراءة المتأنية هتخليك تقف عند الآيات كتير وتركز في كلمات كتير ممكن تكون أول مرة تسمع عنها. الحاجة التانية بقى هو انك تكتب الكلمات الصعبة اللي بتقابلك في القرآن أو اللي أنت حاسس انك مش قادر تفهم معناها أو تفهم الآية بسببها بشكل كبير وواضح، وفي آخر الورد بتاعك هتلاقي نفسك طلعت بكلمة او اتنين. ساعتها ادخل شوف معاني الكلمات دي في المعجم، وساعتها هتلاقي الايه دي وضحت بالنسبه ليك شويه اكتر من قبل كده. مثلا عندك ايه زي اللي ذكرت في سوره الحج، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. فكلمه رجالا هنا معناها انهم هيجوا ماشيين على رجليهم، ومش معناها انهم هيجوا ذكور زي ما احنا متخيلين. وهتلاقي بقى كلمات زي دي كتير في القران انت ممكن تكون فاكر انك عارف معناها، بس في الحقيقه انت مش عارفها بشكل صحيح. ومع نهايه الختمه دي هتلاقي نفسك عرفت كلمات كتير وعرفتها صح بالمعنى المقصود. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، واللي هي انك تقرأ القرآن في التفاسير الميسرة زي تفسير ابن السعدي مثلا أو أي تفسير تاني بسيط وبيتكلم عن الآية بشكل سريع وسهل. والخطوة دي أنت محتاج فيها برضو كشكول بسيط وصغير تكتب فيه كل الآيات اللي أنت مش فاهمها، وتكتب مع كل آية التفسير بتاعها. فبرضو مع الوقت إن شاء الله ومع الختمة التانية كده هتلاقي نفسك بقيت فاهم كلمات كتير عن الأول، وفي نفس الوقت فاهم كلمات كتير انت جمعتها في الختمه اللي فاتت. الخطوه اللي بعد كده هو انك تقرا في التفاسير الميسره وتعرف عن الايات بشكل اكبر واوسع، وعندك في التفاسير دي بقى كتير جدا، زي موسوعه صفوه التفاسير للشيخ محمد علي الصابون رحمه الله، ومجلدات الامام الكبير ابن كثير رحمه الله في تفسير القران وتفسير القرطبي والطبري والسيوطي وغيرهم كتير. شوف بقى اللي يريحك فيهم وامشي معاه، وحتى ممكن تنتقل بينهم كلهم وتعرف تفسير واستنتاج كل واحد فيهم حوالين ايه واحده، مفيش مشكله خالص. عندك كمان حلقات وخواطر الشيخ الكبير محمد متولي الشعراوي رحمه الله، واللي مش محتاج اقول لك قد ايه شرحها وتفسيرها بسيط وواضح وسهل. عندك كمان مساله الاستماع للقران من شيخ معين انت بتحبه وبترتاح لصوته، اعتقد ان دي برضو حاجه ممكن تساعدك انك تقدر تتخيل الايات وتتصورها وتفهمها، او حتى تسمع ايه وتركز فيها وتاخد بالك من حاجه ما كنتش واخد بالك منها قبل كده، او تلفت انتباهك لقصه او عبره او عظه او حتى خلق جديد انت ما كنتش تعرف. ومن الحاجات برضو اللي هتساعدك انك تقدر تتدبر القران هي حلقات القران اللي بتتعمل في المساجد، وخصوصا لو كان اللي بيدير الحلقة دي هو شيخ متخصص في تلاوة وتفسير القرآن. دي حاجة هتخليك تقف كتير معاه وهو بيفسر آية أو بيحكي موقف أو قصة من القرآن أو من السنة ومرتبطة بالآية دي، وبالطريقة دي هتلاقي نفسك جمعت جزء كبير بإذن الله من القرآن من ناحية التفسير والتدبر. والحاجة الأخيرة يا سيدي واللي هتساعدك إنك تفهم القرآن وتتدبره بشكل صحيح هو إنك تدرس العلم الشرعي وتاخد من وقتك علشان تطلب النوع ده من العلوم، ودي تقريبا حاجة هتجمع لك كل اللي فات ده بقى مرة واحدة، لكن طبعا مجهود أكبر ومكثف شويتين. ولكن برضه هتكون الميزه انك هتكون مرتبطه ومنظمه بشكل افضل من انك تمشي الخطوات دي لوحدك. ولو حابب ترشيحات لحاجه زي دي فانت تقدر تشترك في اكاديميه من الاكاديميات المتخصصه بتعليم العلوم الشرعيه زي اكاديميه زاد او دوره البناء المنهجي. وفي الاخر كده حابين نوضح حاجه، وهو ان اللي فات ده كله مش هيتم ولا في يوم ولا في ليله ولا حتى في شهر ولا شهرين. انت محتاج تاخد وقتك في كل ختمه هتختمها وتدرسها كويس وتتدبر فيها قد ما تقدر، ده غير انك محتاج تقرا وتختم القران في كل شهر مره واحده ولا حاجه. وبس كده يا سيدي، يا رب نكون نقدم لكم حاجة بسيطة تفيدكم. كده نكون وصلنا نهاية حلقة النهاردة، شكرا لكم، واستنونا في حلقة جديدة بكرة ان شاء الله، وما تنسوش تستغفروا ربنا وما تنسوناش من صالح دعائكم. سلام.